الله والصلاة والسلام على رسول. دراري هادو لو بغيتي تخرجيهم خاصك معاهم البوليس اللي كيقطع في الورد اللي طالع في الشجر اللي قلب الطوموبيل ما حيتي ليهم ما حيتي الشانطي ها بزاف امي انتي بزاف صافي وليتي صافي ما كاين باس دابت ولدي وتعرفي بحقهم لا لا امي انتي الله ينجيني لك انا بحال هذا النوع الله ينجيني خليني هكا احسن ليا الله يا بنيتي الله مالكي وقوليها لراسك شبيتي اللي جايه 15 يوم وانت قاعده هنا خضبانه وخارجه من دارك اش كتسمعي عقولي لي اش كتسنى واش كتسنى يجي حصرك يجي هو يدخل عليك على مالو ماما اللي ما يدخلش عليا مالي انا ما نستاهلش مشي انا ندخل عليه مالو واش كيحسب له راسه في الدنيا حسن منه هو اللي خصو يجي داخل عليا ويزاوب فيا وبسلي لي دين والرجلين ويجيب الكادوات من الفوق عاد رجع ليه اي هاي 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 اجي بغيت غير نسولك حتى ميك اللي ميك لك ما ضرتكش في راسك ها ما حكيتك شي على قلبك عقولي لي واش مسطيه واش يخرجك العقل وش الناس اللي بغات تصير صيرها بشويه عاب شويه ماشي زير تطر داك القنبع تي الهضر ملي شي بقيت تقوليها ليه هو ماما شي كتلوميني غير بوحدي راه هو اللي فيه الديفو هو اللي بو العيالات واش بغيتي نبقى جالسه حداها امي انت تدخل عليا المره تاع الدار امنيتي وابنيتي راه اللي بغى لا ما كيتعماك بغيتي مالك تي كاع دوره شويه تعشق طاري وتمي جايه الزب اللي تغيب بنيت هذاك عادل الضريف الله يعمر حاضر راه تبنيتي اللي بجد بزاف كتي انا ماما اللي فيا الجهد انا عرفتك انت امي ولا امي اش كتقولي لي اللي بغي لا ما يتعامى وانت اش بغيتيني نشوف المنكر ونسكت نطيح على راسي الدل باش نتسمى انا مزوجه ونجيك ماما من الاخر انا ما رجعتش لي ما رجعتش والله لا رجعت لي بنيتي على الشيطان واه انت مقسي من هاد الجهد هادي انت في غدا بهاد الشيء لا حول ولا قوه الا بالله يا ربي
شابة عادي. لا دوزت هاد لافير ديال جلوبال كامباني نعرفك معلم. لا لا غدوز ان شاء الله. تاكيد با راك راه انت الباترون ديالهم راه خايب فهمتيني ولا لا؟ صباح الخير. جو صافا كصبحتي مزيان؟ صافا الحمد لله الله يبارك فيك. فطرتي بعدا ولا مازال؟ علاش؟ اللي كنتي مازال مشاو فطرو اونسونت. فطر با هادي حتى عندي جات. لو كافي انا جوست اكوت. ومازال الحال. جو سي ولكن غير المشكل انا ديجا فطرت مي لا بروشين فوا ان شاء الله. عاودي لي اش قلتي لي ما سمعتكش مزيان. قلت لك لانيفيرسار ديالي وبغيت نعرض عليك جمع الحباب بحالك وصحاب كراجي تشرفني. اوكي وفوقاش هادشي سو سوار سو سوار وي سو سوار سو سوار سو سوار سو سوار جو كخوا عندي لا سو سوار غادي نكون مريض غنكون عيان شي شويه لا بروشين فوا ان شاء الله. جويوز انيفيرسير. ومعلم اخويا عرضوا عليك انت انا زعما ما يعرضوش عليا انا شتيني انا اضرب طيح في عيد ميلاد اخي حميد. انا بغيت نفهم حاجه واحده هذا القبول اللي عندك مع البنات كي كدير لي قبول ها انت معلم ها شتي اخي حميد انا كون كان عندي الفقيه اصلا ما يكونش عندي مشكل مع المراه في الظهر ترى المراه عندي صاحبي الغيره عمت ليها عينيها واش اخبارك انا سناء كل نهار كتشمني ملي كنرجع من الخدمه تعال قول لي كيفاش غيكون هذا الكوب لا صاحبي. ما شاء الله وصافا اش نقول لك اخويا الله يصاوب ليك وليكم. المهم انا غادي نوض نقاد لك الريونيون الا بغيتيني صوني عليه صافي جو كون سورتو اخويا ميرسي يلا شكرا كوراج Thank you.
لسانة أنا علاش الشيطان ويلي بغي يدخل كل بسويس عادي ولا مش طرشي هالو ماما كي درتي لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله كنت شوفيك لقيت الدار حالتها مرونة والماكلة دارت الريحة ما تقولش لي يا ماما هذا ما كيبردش في الدار هذا ما تقوليش لي يا بردي لا لا ماما طالع لي شوية دمرك عرفتي صافي واخا يلا دعي معايا ماما يلا بسلام سلم بعدون عيط لكم صافي واخا يلا سلمي عليهم كاملين بسلام صلتي صياد النعام يلقاها يلقاها سالية 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 خصك تعرفي ولا تقشيرة شكون هي زكي راسك وسيري مع العمارة طبقة طبقة صافي صافي يا هاتك يا هاتك ما يكونها وحدة في هادو يا لمية يا تورية يا غزلان يا ريحانة وحدة فيهم هي مولاتها التقشيرة هادي ودي تقشيرة بعد تلبسها مرة كي دير هاد المرة اللي كتلبسها 12 سهل كتشي دابا ساند وانا خصني نفكر كيفاش ندير تنجمعهم باش نعرف مولاتها التقشيرة انا فين قالت اح اهلا لميا اهلا اهلا كير اختي لاباس الحمد لله كي داير انت يا لاباس الحمد لله اختي كنت عند الوالده ماش كيتهلك تهرست من رجليها وجلست قابلتها مسكينه واش غادي نديرو الصباح يكون عندها بال ما تشوفي بس الحبيبه ديالي لا طالعه دابا ولا نازله لا هابطه غدا الحمام ايوا بصحتك انا طالعه نجر في السطح وشوفي ها انت انا غنطلع في لاسانسور ونعاود نصيفطو لك انت نزلي فيه ايوا خاصك تولي وصب انت كركور اختي ديال الصوابه شتي يا اختي من الصباح يا اختي وانا دايره لا ماشي ايوا ربي معاك ربي معاك حيد عليا كلشي داكشي اللي كاين صبنتي صبنتي هبطي كلشي يلا تسني يلا نصيفطو لك واخا بصح الحمام وصل لا لا اختك لعطيك الصحه ما تبريش خلينا نشوفو ضروري حساسي ضروري يلا حبيبي مشيتي رجعت على قبلك على قبلي ها بغيتك تمشي معايا يلا هبلي انا يلا كنت في غير البارح وشوفي لمي نجيك من الاخر دابا انا فاش مرضات ليه الوالده درت نظر لسيد ربي قلت يا سيد ربي الا قعدتي لي بوسادها وجبرتي ليها العظم غادي نعرض على صحاباتي حباباتي جارتي العزازات عليا الحمام وانت اقرب وحده ليا جارتي حبيبتي ويلا ما يمطرديش ليا فوجي انا درهات صافي قريبه تبكي صافي مني ندر ندر الله يدير لي فيها الخير امين اختي يلا ودخلي بعدا لبسي جلابتي نجبد ماي لا بلا ما ندخل كديري عفوا طوق لبسي جلابتك كلشي الاخر كله عدي يلا الله يعطيك الصحة اختي تبارك الله عليك هذا الندر ما مشيتي حتى وفيتي به واش غادي حنا غير الوالده ديالك ان شاء الله بني تولي لاباس نجيب واحد الوقت تمشي تحميها هنايا ما تمشيش تقاشر من الاولين هذه المرات
وهذوك اللي طالعين حتى لهنا اختي لك اللي برد. وجي جي جي غنضربوا واحد السيلفي بقى لينا ذكرى على التحمحينه الزينه اللي درناها. سيدي سيدي صحتي سيدي ها هي زوينين تقاشرك بصح الله يلا فنان صاصيين ما كديريش دوك اللي طالعين فنانه. لا لا ما عنديش معاهم تيخنقوني. دي ما كديري على هادو دي ما كندير غير القصار. بصحة حبيبتي بصحتك. بصحة والله الا عجبني الحمام اليوم. الله يخليك بصحتك ويلي رحنا جارات مني ما تقولهاش ما تخبيش لي سيلفي نبقاو ديما نتفكروا هاد التحمحيمه. هانا جارتي هانا سيري اختي الله يعطيك صحيح صحتك وراحتك. ويا اختي الله يخلصك على قد نيتك. تي تقاشرك شحال زوينين طالعين ياك مين عطيهم لك هادو هما اللي عندك. اييه بصحتك اختي بصحتك. فهمتي شي حاجه؟ والله ما فهمت حاجه. انا بعدا ضر لي راسي وبغيت نفهم اختي. يا ويلي واش تمر اخي طيبي طيخي طيبي تيكون مره جايبه وحده في شكل ياك ما كتقلب على شي عروسه لشي واحد. يا ويلي ما تقوليش هادي لا بدات يا ريحانه خندير واحد ستيلفي. ويلي ما تقولي ما تقولي وجهي صفرتي. ويلي شوفي خويتي. نعم وهادي شتا كدير خدمتنا. خلينا نتفكر هاد ليام الزينه راه ديال صحتك وراحتك جاتي الزيته. يا سيدي عندك البرد. سلامة ناعمة. سلامة رشيدة. سلامة سنة. تعالي اختي تعالي تعالي. نعمة ناعمة شوي هاكولي كل مره جايبه ليا ماركه هنا واش كديري الكاسينغ في الحمام؟ ها؟ لا بغيت غنقول لك ندير حنا وياك السيلفي الا كان ممكن. السيلفي؟ اييه سيلفي. واخا اخواتي واخا السيلفي ديالكم راه ما صالح ليا في والو ولكن تسيلفاو. تضحكوا ضحكوا. يا الصحة والراحة. يا نهاريه في الواتساب ربحت نديرها في تيتر. ها جات شي ما تعرفيش ليا شو درتي في الهضره اللي قلنا في الصباح؟ كنمشي عليك اخويا حميد. انا القضيه عندي شويه من العقده بيني وبينك. انا المراه هزه شو كثر السما اخويا ما نقدرش دابا تقول لك واحد القضيه. انا السيتويشن هذه اللي خاوي فيها الدار عاجباني. حيت راه الا بقيت رجعت لهنا ترى غدير لي في كرشها صاحبي ومشيت فيها داك الساعه. راه ما تقدرش تعيش بحال هكا صاحبي. سولي انا اللي ندوز اربعه ديال العيالات. يعني قلت ندوز اربعه صاحبي اربعه عرفتي شنو هي اربعه؟ ترى انا وحده محمقاني يا صاحبي كي درت انت مع هاد الربعه بغيت نفهم انا. الله بقى تفك وليدي عادل. يلاه يلاه جاوبني جاوبني جاوب 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 جاوب. ماري ماري عاد ذكرناها يا خويا وهي تعيط. جاوب يا صاحبي جاوب. زيد في التلفزيون زيد الموسيقى زيد في الصوت صاحبي طريا تسمع طلع 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 على الموسيقى طلع عليا طلع. الو 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 فين انت حبيبي؟ فين انت؟ الو بصحتك بصحتك مشط ليا مع راساتك. عليا واخا وليدي عادل والله نبقات فيك يا اريم ولا تتقشعر وهادو رجلين بعد هادو رجلين. ما فهمتش اصاحبي قطعت عليها وعلاش؟ راه هادشي اللي بغات الوقت راه خصني انا نتعامل بحال هكا وهادشي كان خصني نديرو من شحال هادي المعلم. تعطلت اخويا انا معطل. وعليكم السلام مرحبا اختي. عافاك بغيت دوك تقاشر اللي دايرين بحال لايبه. اختي شي حاجه ديال تركي زين. لا ما بغيتش بحال هادو بغيت دوك اللي ملونين مخطين بغيت بحال هادو. علاش اختي؟ بحال هادو اختي. هادو قديم اختي مابقاوش في السوق. ما عندكش؟ لا مابقاوش عندنا في السوق فين نديرهم؟ كاين شي حاجه ما احسن. لا ما بغيتش هادو انا بغيت بحال هادو. خوت هادو؟ اه باقي تيديرهم داك الدري باقي لا طريق
شي المحل الاولاني لا الثاني جالت على الله يصر تسول على طارق اوري واخا خويا شكرا الله يحمي ليك الصحه ربي يخليك مرحبا اي وقيت السلام عليكم قاري وعليكم السلام اهلا لاله سناء صافي بركه فينا الغبور اخويا عرف الدنيا عرفتي وصلتني شي سلعه والله الا جيتي في الوقت لا 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 انا بغيت حاجه معينه شوف طريق بغيت عفاك دوك اللايبات اللي لحد هنا تقاشر وما دايرين بحال اللايبات هادوك طوال عندي شي سلعه جيت شوفها استري اخويا طارق عندك الواري زين هاد الشكل هو تقريبا كيشبه هاد الشيء غير هو دوك الخطوطه ديالو كيكونوا شويه كبار وفيهم الوان بزاف هادي موضة هادي هادي نقول لك بحال هادو بحال هادو طارق خويا بغيت لاحظتك كان عندي هاد الشكل هذا لا اختي سنة ما بقاش قلب لي عفاك لبات لك شي واحد قديم هذا شبغيتي ديري لي انت ها قديم هادشي لا لا ضروري شوف من الاخر انا كشيني انا كنت مسافر هيك اخويا طارق وفي التصافيرات تشبرت ولا شاكه في خطر الراجل فهمتيني داكشي علاش بغيت نقلب على البرت ولا شاكه في خطر الراجل فهمتيني داكشي علاش بغيت نقلب على البرهان ودي البوليس وتينا ديتو دابا البوليس راه غيحلموا عليا كاع مالين الدار يقول لك دات لوس تاع البوليس على قبل التقشيره داكشي علاش خاصني نعرف اشوف وما كاينش زعما الله يرحم ليك الوالد انا مزوقف انت شوف معايا الا بان لك شي وحده فهادو كتعرفها خويا دازت عندك تقدر تكون شرات التقشيره انت ها ما نظلم حتى واحد هادي بحال اللي فايت شي فما لا ماشي بحال اللي فايت شي فطريقه خويا قول لي شتيها ولا ما شتيهاش لا اختي والله ما نقل انت شوف هادي لا لا شوف شوف لا لا والله ما غنقدر نعقل على هادشي انت انا عندي واحد الفكره اجي معايا انا خويا الله يهديك ستر انا علقه ليا الحل ما عارف شكون اللي شرا من عندك هادي اختي دخلي دخلي جلسي انت بسم الله انا ملي لقيت راسي كنتشفر درت لي كاميرا سيرفايا احسن ما درتي لان راه مسجل كلشي وبغيتي لي كاميرا اللي شادين تقاشر كاينه هادي 3 والكار صافي ملي غادي تجي غادي هنا غتوركي في بلاي بغيتي دوزي دوزي هادي وهنايا راه كاين كلشي ولا بغيت مثلا نشوف داك التسجيل اللي من موراه علاش مرك غتوركي عليه هادي هادي كديك لي فيديو اللي وراه صافي باين صافي مفاهمين صافي تهنيتي يلاه صافي صافي الله يرحم لك الوالدين طارق خدي خدي اشري في هذاك راه جديد يلاه باني ليا انا التقشيره ايه ولي 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 حنا المراه ويلي ويلي شحال لبست ويلي شوف الطول وشوف الجريده يقول لهم بقات في الشناغم هندرا لالا سامح اش بان لك اويلي اخويا اش غنقول لك طارق راه دايرين فيك شابحه الشفاره هك وتخيل المراه مركبه ولدها وداكشي اللي خوناته كديروا في الحمال بينها وبين الدرني اما ديك اللي لبست شحال من بياس عاد خرجت بلا ما نهضر لك على دوك الشفارات اللي كيخونوا على البياس الرقيق هذا قولون هذا سروال هذا اما الماكياج الحفيظ الله يخويا انت بازلك يا ودي غصبر وصافي قولي لي اشنو بغيتي داكشي اللي بغيتي واري خويا ما بانت لي كاع انا دمول التقشيره وتقول واش لقيتها ويلي والله العظيم باش نقول لك اخويا تفكر لي تعرف شي واحد اخر كيبيع من غير فين غاني اللي كنجيبهم هنا يا خويا عرفتي عييت من القلب عاد تفكر لي الله يرحم لك الوالدين الا بان لك شي واحد تقدر تصيفطني عنده وشنو كاين الجمال نصيفطك عند الجمال راه ما غيبيعوش ليك بصح نيت ما غيديوش فيا كاع هو من غير هذا الشيء شنو غنديروا شوف حيت انا ماشي انا بوحدي اللي كنبيع هنا كاين معايا واحد الدري سميتو مراد راه كيعقل مزيان دابا غايب هذه يومين ومشيت 3 ايام بحال هكا كيكون هنايا والله يرحم باك طريق اخويا الا جا عيط ليا راه عندك النمره ديال التليفون ديالي لا صافي ورد البال اخويا الله يعطيك الصبر وبد الله يرحم والديك ديك الشطحه راه قتلتيني عبد الضحك اهلا شبارك لاباس عليك دايره انت الحمد لله ربي يخليك سمحي لي على الدخله ولكن بغيتك ضروري الله يودي مرحبا بك طارق هادي شوفي فكرت دابا حنا الشارات ساكنين هنايا سنين ومين انت وحده فين ما كتعرف الاخرى كنتلاقاو غير في لاسونسور بونجور بونجور سلام سلام وماشي معقول كاينه عندك الحق حتى داك السلام ناقص كل وحده سد عليها في دارها ها انت قلتي المفيد داكشي علاش انا بيني وبين راسي قررت انني غادي ندير واحد الحفله ان شاء الله الرحمن الرحيم غدا في الليل في السطح باش العيالات يتعارفوا بعضياتهم حتى الا احتاجينا بعضياتنا يكون خير ايه فكره زوينه عرفتي شنو انت غديريها هاد السيمانه
ونسي من جاي ندير في داري. مشات هو قال لي كيفاش نديرو تنعرضو عليهم. انا خفت نمشي ندق على شي وحده ما يعجبهاش الحال تجاوبني شي جواب ما هواش وانا دغيا كنتقلق فهمتي اللي غتبقى فيا الحال. لا لا ما تدقيش عليهم. عرفتي شنو هادي ضربه لي على راسي؟ انا غادي نعرف كيفاش نعلمهم ليك كاملين. صافي حبيبتي نعول عليك كوني هانيه. يلا خليت لك الراحه بقيت شربك ليك سربانه غنلقى عندك الخبر في العشيه. صافي صافي حبيبه ديالي يلا الله يعاونك. سلام. النجوم الأولى مع مجموعة من الفنانين. ما بغيتي تشري شي واحد ولا لا؟ انا ما بغاش نشري. انا بغيت غير واحد فيهم ميسيو اليوم بالليل. ميسيو ديال اش هذا الميسيو؟ لا ماشي شي حاجه، شي حاجه خفيفه. دابا تبات الكلاب عندك، الا مثلا شي واحد فيهم عطيته شي جاكيطه يشمها، شي كاشكو، شي تقشير يقدر يجبد ليا مولاه. ويلي على ما يجبدوش راه في البلاي يحضر لك مولاه في المكان. خديك هذا هو اللي بغيت انا. ممكن دابا توريني شي واحد اللي نقدر نا. مرحبا، شوفي اللي بغيتي. لا غير هادو، لا هادو كبار عليا. ما كرهتش تشوفي لي شي كانيش قد هكايا قد لي الغرض. كانيش دابا كتضحكي لي انا وجه كانيش. ما شاء الله. شوفي راه هادو هما ديال الدريساج وهادو هما اللي يقضيو لك الغرض في البلا. وماشي مشكله نشوف. يلاه جي معايا تشوف. ما يعطونيش. لا لا عطوكاش. مع في الاحلام كلها عطوكاش. شوفي الليله نحضرها لك. غتلقيني خلاص لي حق. كانت فين نقول لك الشبار هادي خدمته راه عطيه شم هناك. صافي نشوف تبعك. شم وليدي مزيان شم. انا مزاو قالك في الماء لا ما شم. اسهل حاجه هي يلا سير. شوفي خليني بلاتي شويه نشخط مع الحيرات حتى تجي انا غنسير لك. الليله نحضرها يلا. ولا شو ما تنسى عينك معايا. يلا سير يلا.